مهمة لنادي الزمالك امام غزل المحلة، هتكون ان شاء الله الساعة 5. كابتن محمد تحياتي ليك. كابتن فاروق ازي حضرتك؟ ازيك كل سنة يا طيب. مبارك ابو كابتن، انت طيب وبخير الله دايما. يخليك بخير. خلينا نبتدي بالماتش الاخير يا كابتن، يعني انا عارف حضرتك طبعا يعني اكيد التعليق الخاص بماتش الاهلي والزمالك انتهى من ايام، ولكن ما زال طبعا انك لسه الصدى بتاع المباراه والهزيمه نادي الزمالك موجوده حتى الان، منها هل هيتم الاستغناء عن فريرا، هل ايه الامور اللي بتقف قدام مجلس الاداره في الوقت الحالي عشان يتعدل الموقف والشكل الخاص للفريق. حاجات كتير جدا بتدار او بتدار داخل افكار واذهان جماهير نادي الزمالك في الوقت الحالي في المستقبل الخاص به في الدوري الممتاز والبطولات المشترك فيها نادي الزمالك. رايك في الماتش يا كابتن، وايه اللي ممكن يكون بيحصل في الفتره اللي جايه عشان نادي الزمالك يعني يروح للمسار ويعود للمسار مره اخرى؟ شوف كفاروق، اول اثناء المباراه للدقيقه 60 لا الاهلي ولا الزمالك حد يكسب فيهم، ولكن بدايه من تغيير فيريرا لعمر جابر والمسلوسي يطلع حصل فيه فجوه دفاعيه. بعد ما كان الزمالك ضاغط على النادي الاهلي في نص ملعبه اتحولت الدفه لزمالك بلا دفاع، ووصلوا للجون ثلاث اربع مرات وجابوا ثلاث اجوان. ولكن عايز اقول حاجه، اتفضل. هو نادي الزمالك من اسوان وفي مشاكل فنيه اداريه حاطط بالفريق الى نهايه الخروج من الكاس، فجماهير والاداره الصبر نفد عندها، فقالوا ان ماتش الاهلي هو ممكن يكون نقطه التحول من لعيبه الزمالك اولا والجهاز الفني، لان كل الحاجات المترتبه للمباراه كانت ماشيه بشيء جيد يعني. ولكن انا كان حتى انا اتكلمت كفاروق قبل المباراه قلت ان لعيبه الزمالك المفروض انها تدي انطباع غير اللي كانت بيراميدز للجماهير اللي ماشيه وراهم في كل حته، يبقى مردود على الاقل روح يلعبوا بيها. وده كان موجود يا كابتن ولا مش موجود؟ لا ما كانش موجود يا كابتن فاروق. لا ما كانش موجود. خلي بالك زي ما قلت لحضرتك، ال 60 دقيقة لا لعب ولا روح ولا واستسلام في ان المباراة يا رب تطلع كده. ولكن عدم الاستعانة بالدكة اثناء المباراة ما قدرش يتعامل مع فريرة، ودي بقى له فترة يعني الحظ بيخونه، وعدم التفكير الجيد، عدم التغييرات الجيده في البوزيشن الاصلي بتاعك. ادى انطباع للناس خلاص ان الراجل ده يا اما بيعاندنا يا اما هو متعنت جدا في ارائه. مش عايز اتكلم على موضوع اسامه نبيه، لكن عايز اقول ان حتى المدير الفني اثناء ما هو متغيب في بعض الاوقات لازم على اللعيبه ان تثبت عكس كده. ساعات يا كفاروق بيقول لك في ناس اللعيبه بتلعب من غير تكتيك او من غير مدرب. بتفق معاك في الحته دي يا كابتن، اللاعبين عليها دور، خصوصا اللعيبه الكبيره كمان، وان هو وقت ما تبقى في مشكله في الملعب دورهم مهم عشان يلموا الفريق داخل الملعب في اثناء مثلا الاهلي بيتقدم واحد، لكن انت ما شفتش كده خالص من لعيبه نادي الزمالك الحقيقه. دي حقيقه، ولكن انا بقول لحضرتك من اسوان زي ما قلت لحضرتك اوضه اللبس فيها مشاكل كتير جدا، ويمكن الراجل ما يعرفش عنها حاجه. ده وجهه نظر انا الشخصيه. تمام. اللي هي بتبان في الملعب زي ما حضرتك بتقول كده، مفيش قائد. مفيش حد يقدر يهدي الريتم، يعلي الريتم اثناء المباراه. ولا واحد، كل واحد حاسس بنفسه بس، او بيقول لك يا رب العب كويس عشان الناس ايه تتكلم عليا كويس. وبالتالي فتره كبيره جدا ما شفناش زيزو، فترة كبيرة جدا ما شفناش مثلا عبد الغني، فترة كبيرة جدا تغيب عننا نيمار ويوسف نبيه، لان هم انا وجهة نظري ليهم طفرة كبيرة جدا في الملعب وبيغيروا بعض الشيء من النتيجة بالتغييرات مش في وقتها ومش لازم، يعني هتوقعنا ان لازم يغير بين الشوطين للتعديل يعني. اوكي. بالتالي اتغير بقى في الدقيقة 60 هو بقت الناس حافظه، حتى في الدقيقة 60
هينزل فلان وشيكابالا وعمر ايا كان مين هينزل بس في 60. بس المره دي التغييرات يعني كانت غريبه شويه يا كابتن، يعني ما هي دي اساس هزيمه الزمالك. ده حقيقي. يعني انا بقول ان عبد الشافي ما قصرش، المسلوسي ما قصرش حتى من ناحيه دفاعيه، ولكن تغيير الاثنين والتعديل في خط الدفاع بالزناري وعمر جابر توقعنا كلنا هيرجع تاني للطريقه الاصليه اللي هي الثلاثه او خمسه، يعني 3-2، ويدي حريه للباكين يهاجموا. ما حصلش، ولعب باربعه وتمزقنا الخطوط الدفاعيه بتاعت الزمالك تمزقت تماما قدام قله الهجوم الالف، حصل ثغرات. طيب لان محمد عبد الغني ما بيعرفش يخطي. صحيح، انت سير دباك. صحيح 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 يا كابتن. طيب يعني كابتن حصل في وقت ده، في وقت قليل جدا جدا، ما كانش حد يتصور النتيجه تبقى كده. يعني بالشكل اللي حضرتك شفته والتغييرات حضرتك بتتكلم عليها، تحمل المسؤوليه بالكامل يكون لفريرا، ولا في جزء منه اللاعبين زي ما انت اتكلمت كده في حته الروح يا كابتن؟ لا انا بتكلم محمد فاروق النجم حبيبي يا كابتن. يعني احنا في الملعب احنا بنوضح للجمهور راي كابتن محمد صلاح برضه في النقطه دي. لا انا بقول لك، ما انا بقول لحضرتك خلي بالك الجمهور فاهم كل حاجه. لكن ما تجيش تقول لي مثلا الخطه مش مناسبه فانا مش هقدر اتعامل معاها في الملعب. لا، انت لعيبه كبيره ونادي الزمالك جاب لعيبه كبيره. فلازم يتعامل معها حتى لو من بره. لكن الوقت ما اسعفش، لا مش ما خدش، ما ياخدش مني وقت كبير زي 60 دقيقة. ليه هجمة واحدة في 60 دقيقة وعايز اكسب؟ غير معقول يا كابتن فاروق. وبقول لحضرتك يعني الموقف كله انا بقول في الروح بتاعت اللعيبة.